كابتن عادل، الجمهور اطمن شويه بعد مباراه غينيا بيساو ومباراه السودان، ولكن في النهايه انت لازم تكسب. يعني دور المجموعات مختلف عن مباراه بكره. شفت ان احنا طمنت حضرتك بعد مباراه غينيا وبعد السودان ولا لسه؟ لا يا كابتن، برضو لا. نتيجه انه بدايه التشكيل كان نفس الكلام بقى. بالظبط. احنا يعني انت عارف احنا قلنا الكلام ده والله من 3 شهور. يعني انت بتلعب في 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 حاجات مسلمات. يعني انا مثلا راس حربه باوجيه ضربات الراس لعبني ازاي على الطرف. محمد صلاح دايما بيلعب على الطرف وبيشق طول عمره لعبه كده، فانت عايز تغيره تحطه راس حربه. فطبعا دي كلها حاجات. على الطرف الشمال انا مصمم على مثلا مرموش. انت عندك برضه في ناس كانت ممكن تأدي الدور ده. محمد شريف انت ما لعبتوش ولا فيش حاجه خالص. صح. محمد شريف هداف الدوري. النهارده حمدي فتحي خلاص انت ما عادوا على الدكه وما تستعينش بيه خالص. على الرغم من انه عنصر من العناصر المهمه جدا لما بتلعبه قدام حجازي وقدام الونش او عبد المنعم. عنصر قوي جدا في الجانب الدفاعي ما يجيش فيه جول. فاحنا مش مطمئنين للماتشين اللي فاتوا نتيجه سوء التشكيل من البدايه. وحتى التغييرات مش التغييرات اللي الناس بتتمناها. اوكي. نفسك تشوف شريف انت ما شفتوش. انت بتلعب مروان. طب يعني شريف هداف دوري وبيلعب على طول مع النادي الاهلي في الماتشات افريقيا تحت ضغوط كبيره وهداف وعنده من الخبرات، وبعدين طريقه لعبه مميزه جدا. هيبقى مع محمد صلاح بيبقى محطه جيده جدا في عمليه فتح ثغرات ما بين السردباكين ويدي مساحه لمحمد صلاح ان هو يشق. فدايما التشكيل ما كانش والتغييرات ما كانتش بالشكل اللي بيطمن الناس ويطمننا احنا كمان. بنتمنى ان بكره التشكيل من البدايه يبقى عارف ان كل لعيب ليه ميزات معينه، الميزات المعينه ديت يحاول ان يستغلها باقصى جهد. وزي ما قال الكابتن معايا انا بدافع كويس قوي في تلت ساعه الاولانيه بحيث ان انا ما يجيش فيها جول، وبعدين بحاول ان انا اخرج الكره بطريقه معينه بحيث ان انا اعمل مرتده. مفيش مانع ابدا ان محمد صلاح ما يرجعش خالص في عمليه الجانب الدفاعي، ويبقى اذا شريف هيبدا الله اعلم يبقى الاثنين دول ما بيرجعوش، بحيث ان انا الهجمه المرتده تتعمل محمد صلاح هيكون اسرع من خط الظهر. واحنا قلنا قبل كده خط الظهر وكل الزمايل اللي بييجوا بيحللوا عندهم مشكله فمحمد صلاح في اول ثلث ساعه لما تتعمل واحده بس، الواحده دي ما بتتعملش عشوائيه، تبقى مظبوطه، تتعمل مظبوطه، ولازم واحد يكون بسير سير كويس. فلازم يبقى كنت اتمنى ان قفشه يكون موجود بيعمل دي كويس. عبد الله الحقيقه مكانه يعني ما خدوش خالص يعني. ف عبد الله برضه بيلعبه في طريقه بطريقه غريبه جدا، بيحطه ناحيه الباك الشمال. الماتش اللي فات بيحط عبد الله ناحيه الشمال وينج ليفت، وبعدين الكره لما تجيله يروح واخدها ولعبها لصلاح في مكانه. انا عايز اديها لصلاح قدامه وهو بيشق بحيث انه يبقى رايح على الجول. صح. فما بتديلوش دي. ف طبعا وبعدين عبد الله المفروض يبقى لجوه شويه بحيث ان هو لما يعمل الباصه على تبقى الارض اقرب، هتبقى سهله لان مش جاله عاليه. وبعدين طبعا الكل زي ما حضرتك عارف محمد صلاح دايما الاثنين رايحين عليه، ولا مانع ابدا اطلاقا ان انا اخش بعنف عليه. وده بالتالي الراجل كانسان برضه هيخاف على رجليه لانه بشر وعنده احتراف وعنده حاجات تانية. طبعا منتخب بلده مهم وكل حاجه، لكن برضه الناس اللي بتخش بعنف دي ممكن تعمل له اذيه جامده. البدايه من التشكيل وقرايه المباراه ثم اشوف نقطه الضعف فين، وبعدين ابدا المباراه ثلث ساعه في ربع ساعه. النتيجه الشوط الاول لو احنا كسبانين 1-0 هتصعب الماتش جدا على ساحل العاج. صح. لانك انت في الوقت ده عندك تغييرات بحيث انك انت هتقفل التلت الاخراني قدام جولك. اي حد بقى عنده مهاره، اي حد عنده سرعات، انت بتقفل دي. زي برضو ما قال الكابتن ماهر هتبقى المساحات ضيقه جدا، مش هيقدروا ان هم يخترقوك، وخاصه ان عندك شناوي وعندك حجازي وعندك لعيبه بتأدي الواجب الدفاعي وعندك عبد المنعم. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يبقى في توفيق في عمليه التشكيل وفي عمليه قرايه المباراه.